السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا معنا، حنا كنتواجدوا بحي بوحوت، جينا نصوروا دار مستقله بالطبقات كيف ما كتشوفوا. الدار اللي غادي نوريكم اليوم هي هذه، فيها السفلي والطابق الاول والطابق الثاني، عاد السطح فيها 90 متر، جات في حي بوحوت حدا الدريسيه كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي. مع الدخله مورا الباب كنلقاو هنايا تواليت، وهنا كنلقاو السده. نوريكم التواليت اللي جات مورا الباب ديال الدار كما كتشوفوا، هي هذه الوسعيه ديالها. وكيف ما قلت لكم، هذه الدار راه جات في حي بوحوت حدا الدريسيه، فيها 90 متر كما كتلاحظوا. هنايا مع الدخله كنلقاو الدروج ديال الدار. عاد غنوريكم السكنه الاولى على بركه الله. السكنه الاولى الخاصه بهذا الدار المستقله هي هذه كيف ما كتلاحظوا. مع الدخله كنلقاو هذا وسط الدار، السقف ديالو هو هذا كيفاش عامل. ودابا نوريكم بيت النعاس الاولاني، هو هذا بيت النعاس الاولاني اللي كاين في السكنه السفليه، هو هذا. نوريكم الوسعيه ديال البيت، هي هادي كما كتلاحظوا، راه جا بيت واسع وكبير، يعني تقدروا ديروه بيت النعاس، يعملوه بيت الكلاس، يعني لكم حرية الاختيار كيفاش تستغلوا هاد البيت. السقوف ديالو هو هذا كيفاش عامل. هادي هي الصباغة اللي كاينة في الحيط، تلقاو هنايا طاقة كبيرة ديال الألومنيوم. ونوريكم الإطلالة دابا ديال البيت علاش كيطلل، كما كتلاحظوا كيطلل على الحومة فين كاينة الدار اللي فيها 90 متر بالطبقات، جات في حي بوحوت، يعني قريبة لكم الدريسية، قريبة لكم مدينة، قريبة لكم جميع المرافق العمومية. حدا البيت النعاس الاولاني كنلقاو الكوزينه، هي هذه نوريكم الوسعيه ديالها، هي هذه كيف ما كتلاحظوا. الكوزينه راه واسعه مزلجه حتى للسقف، والسقف ديالها هو هذا كيفاش عامل كما كتلاحظوا، راه دايره بالبلاكارات الفوق وعاد بلاكارات من تحت لورنية. في وسط الكوزينة كنلقاو الحمام والطواليت والدوش، هو هذا، هي هذه الوسعية ديالو. كما كتشوفوا الحمام راه مزلج حتى للسقف، كنلقاو هنايا الدوشة بيتي تواليت، وسقوف ديال الحمام حتى هو مزلج. حتى الحمام كنلقاو الباتيو ديالنا، هو هذا الخاص بالكوزينه كما كتشوفوا. الوسعيه ديالو هي هذه، يعني بالكون مزيان كيحيد الاسباس اللي كاين في الكوزينه، يعني هنا يمكن لكم ديروا الثلاجه، ديروا الفران، ماكينه التصبين، عندكم لومبلاسمون ديال الشوفو، هنا لومبلاسمون ديال ماكينه التصبين، يعني الباتيو كينفع في الدار. كما كتلاحظوا وسط الدار هو هذا، الدار راه جات واسعه وكبيره تبارك الله، يعني ديال العائلة الكبيرة.
هنا كنلقاو وسط الدار عاد سيجور تاني، والسقوف ديالو هو هذا كيفاش عامل. كيف ما كتلاحظوا الدار راها باقا نقية تبارك الله، وجات موقع رائع في السونتر فيل في حي بوحوت في الدريسية. هنا كنلقاو بيت نعاس تاني، نوريكم الموسوعية ديالو. كما كتلاحظوا راه بيت واسع وكبير، يعني راه يجيو فيه 3 ديال الكيمان، او لا يجي فيه بيت النعاس. السقوف ديالو هو هذا كيفاش عامل، كما كتلاحظوا فيه طاقة كبيرة ديال الالومنيوم. كما كتلاحظوا البيت راه ضاوي تبارك الله. هنا كنلقاو الطاقة الثانية اللي كتطلل على وسط السيجور. يعني بيت راه كبير وواسع تبارك الله، يعني يهز 3 الكيمان او يهز بيت نعاس اخر ديال الوالدين. راه بيت واسع وكبير. ودابا غادي نوريكم البيت نعاس الثالث اللي كاين في هاد السكنه السفليه. تنشعل لكم الضوء. الوسوعية ديال بيت نعاس الثالث ديالنا هي هذه، كيف ما كتلاحظوا راه بيت واسع وكبير تبارك الله، يعني نفس الوسوعية ديال البيت الاولاني. هنا كيف ما كتلاحظوا راه هز الماريو بالكاما ديالو بالكوكيتات بلا كومود، راه بيت واسع وكبير. كيف ما كتلاحظوا السقوف ديالو هو هذا كيفاش عامل، وعنده طاقة خاصة به كتطلع على وسط الباتيو. ودابا غادي نطلعوا باش نوريكم السكنه اللي كاينه في البروميير ايطاج على بركه الله. كيف ما قلت لكم هاد السكنه هاد المنزل راه فيه 90 متر، فيه سفلي بلس جوج طبقات، وجا في حي بوحوت في الدريسيه. الوسعيه ديال الدروج اخواني اخواتي هي هذه. ودابا غادي نطلعوا نشوفوا السكنه اللي كاينه في البروميير ايطاج. هنا كنلقاو السده مع الدروج. وبلا ما نزيد نطول عليكم في الدروج، يعني طلعنا ديريكتومون للسكنه اللي كاينه في البروميير ايطاج هي هذه. كما كتلاحظوا مع الدخله كنلقاو بيت نعاس الاولاني. ندخلو نشوفوه على بركة الله. الوسوعية ديال بيت نعاس الاولاني ديالنا هي هذه. كيف ما كتلاحظوا راه بيت واسع وكبير تبارك الله. كنلقاو فيه طاقة كبيرة ديال الالومنيوم، والاطلالة ديال الطاقة هي هذه كتطلل على وسط الحومة ديال حي بوحوت. كيف ما كتلاحظوا هاد بيت نعاس راه فيه الماريو الخاص به هو هذا ديال الحيط، وعاد الباب اللي كيخرج على الحمام. هاد الحمام عنده لاكسي من بيت نعاس، وعاد عنده لاكسي من جهه اخرى. انا غادي ندخلوا دابا من جهه من وسط الدار. كيف ما كتلاحظوا وسط الدار هو هذا جامع بيت نعاس الثاني مع الصاله. السقوف ديال وسط الدار هو هذا كيفاش عامل. ودابا غادي نوريكم الحمام. الباب الثاني ديال الحمام هو هذا، قلت لكم عنده لاكسي من بيت نعاس، اولا عنده باب ثاني من هنا. الوسوعيه ديال الحمام الخاصه بهاد السكنه اللي كاينه في الايطاج الاولاني هي هذه. كيف ما كتلاحظوا راه حمام واسع وكبير. عندنا هنايا لافابو بالمرايه ديالو، تلقاوه مزلج حتى للسقف، والسقوف ديالو حتى هو مزلج. يعني كيف ما كتلاحظوا الدار ما فيها لا غموله لا بروده لا كحوليه. كاين لافابو البانيو ديال الحمام، التواليت والبيدي.
فما كتلاحظوا راه حمام واسع عنده طاقة ديال التهوية اللي كتطلل على وسط الباتيو. وكيف ما قلت لكم هذا الحمام راه عنده جوج بيبان، الباب اللي من الدخله ديال وسط الدار اولا الباب اللي كيخرج على بيت النعاس، وهذا كيف ما كتلاحظوا ودابا غنمشي نوريكم البيت النعاس تاني مع الصالة. كما كتلاحظوا الدار راه جات مفوجه وواسعه، وراها كامله مهويه حيت كامله بالطيقان. كما كتلاحظوا وسط الدار مزلج حتى النص، ودابا غنوريكم البيت النعاس الثاني اللي كاين في هاد السكنه اللي في الايطاج الاولاني. هاد السكنه اللي جات في حي بوحوت فيها 90 متر، فيها السفلي وجوج طبقات على السطح. الوسوعيه ديال بيت النعاس الثاني ديالنا هي هذه كما كتلاحظوا، راه بيت واسع وكبير تبارك الله، فيه طاقة كبيرة الألومنيوم اللي كتطلل على وسط الباتيو. السقف ديالو هو هذا كيفاش عامل، كما كيف ما كتلاحظوا البيت راه واسع، يعني كاين كامد واحد تقدروا تزيدوا حداها كامد ديال شخص ثاني. وهنايا عندكم هذا الاسباس اللي فين تقدروا تعملوا الماريو بالبيرو الصغير ديال العائله او العائله، يعني البيت راه واسع وكبير تبارك الله، فيه جوج ديال الطاقات، الطاقة اللي وريتكم ديال الألومنيوم اللي كتطلل على وسط الباتيو، وعاد الطاقة اللي اللي عملناها يخدمة بالقبس اللي كتطلل على وسط الصالة. ودابا غادي نخرجوا باش نوريكم الصالة الخاصة بهاد السكنة اللي كاينة في الإيطاج الأولاني، وهذه هي الطاقة الثانية اللي كاينة في البيت اللي كيف ما قلت لكم كتطلل على باتيو. هنا كنلقاو الطاقه ديال الحمام اونفاس وعاد الضوايا ديال السطح. هذا هو القبص اللي عاملين في هاد السكنه اللي كاينه في الايطاج الاولاني. ودابا غادي نوريكم الوسوعيه ديال الصاله. السعية ديال الصالة ديالنا هي هذه كيف ما كتلاحظوا، راه جات صالة واسعة وكبيرة تبارك الله. هنايا عاملين ليها الكنابي، تقدروا ديروها دايرة بالستادر، تجيكم جوج طبلات بالميسيتات ديالهم بالكوان ديالهم. السقوف ديال الصالة هو هذا كيفاش عامل، كيف ما كتلاحظوا الصالة راها مضوية ومهوية تبارك الله. كما كتلاحظوا الصاله راه جات طويله. ودابا غادي نوريكم الاطلاله ديال الصاله ديالنا. هي هذه كتطلل حتى هي على حي بوحوت، ودابا نمشيو نشوفو السكنه اللي كاينه في الايطاج الثاني. وكيف ما قلت لكم هاد الدار هاجت في حي بوحوت، فيها 90 متر، فيها السفلي زائد الطبقه الاولى والطبقه الثانيه عاد السطح. كيف ما كتلاحظوا الدروج ديال الدار هما هادو كيفاش عاملين، وهذه السكنه اللي كاينه في الايطاج الثاني. تلقاو هنايا البيت الاولاني زائد الكوزينه عاد وسط الدار. كيف ما كتلاحظوا الدار راه جات كبيره تبارك الله، يعني ديال العائله الكبيره.
البيت الاولاني ديالنا هو هذا الوسعي ديال البيتيه دي كيف ما كتلاحظوا. السقوف ديال البيت هو هذا كيفاش عامل. كما قلت لكم هاد الدرجات في حي بوحوت يعني قريبه للدريسيه، قريبه من شارع مولاي اسماعيل، قريبه من المحطه، قريبه من المدينه، يعني قريبه من جميع المرافق العموميه. حداكم السوق، حداكم بقاقل، حداكم دي فارماسي، يعني جميع المرافق العموميه قريبه حداكم. راها جات في السونتر كما كتلاحظوا. الاطلاله ديال بيت النعاس الاولاني ديالنا اللي في الايطاج الثاني هي هذه كما كتلاحظوا. البيت راه جا طويل واسع تبارك الله. كما كتلاحظوا وسط الدار هو هذا، حدا البيت النعاس الاولاني كنلقاو كوزينه الخاصه بهذا الايطاج هي هذه. نوريكم الوسعيه ديال الكوزينه هي هذه كيف ما كتلاحظوا، راه جات واسعه وكبيره تبارك الله. دايره كامله بالبلاكارات ومزلجه حتى السقف، والسقف ديالها حتى هو مزلج. كما كتلاحظوا دايره بالبلاكارات من الفوق وعاد البلاكارات بالزليج من التحت. هنا كنلقاو لومبلاسمون ديال الثلاجة، هاد لومبلاسمون تشوفو، والطاقة اللي كطلل على وسط الباتيو ما كتلاحظوا راها كامل دايرة بالبلاكارات، يعني ما غاديش تلقاو مشكل مع القشوع ديالكم. وسط الدار هو هذا كيف ما كتشوفوا، راه واسع وكبير. السقوف ديالو هو هذا كيفاش عامل، يعني هنايا مالين الدار عاملين هنايا غير صالا مونجي، تقدروا تدوروها بالكنابي بالسدادر، يعني ليكم حريه الاختيار. هنا كنلقاو البيت النعاس الثاني الخاص بهاد السكنه اللي كاينه في الايطاج الثاني. السعيه ديال البيت هي هذه كما كتلاحظوا، راه بيت واسع وفيه طاقة كبيرة ديال الألومنيوم، والسقوف ديال البيت ديالنا هو هذا كيفاش عامل. ودابا غنوريكم البيت النعاس الثالث الخاص بهاد السكنة اللي جات في الإيطاج الثاني ديال الدار المستقلة اللي فيها 90 مترو اللي جات في حي بوحوت. بيت نعاس الثالث الوسعية ديالو هي هذه كما كتلاحظوا، راه بيت واسع وكبير، يعني تقدروا ديروا هذا بيت ديال الوالدين أو ديروه بيت الكلاس. كما كتلاحظوا فيه طاقة كبيرة الألومنيوم، وهذا البيت راه فيه الحمام الخاص به هو هذا. نشعل لكم الضوء. الوسعيه ديال الحمام هي هذه كيف ما كتلاحظوا، راه مزلج حتى للسقف. كنلقاو التواليت ولافابو وعاد لومبلاسمون ديال الدوتشا، وزليج اللي عاملين في الحمام هو هذا. سقف الحمام هو هذا كيفاش عامل، كنلقاو في الراس الطاقة ديال التهوية. ودابا غادي نطلعو باش نوريكم السطح والتواليت اللي باقي لينا في هاد السكنة اللي جات في حي بوحوت في الدريسية، فيها 90 مترو، فيها سفلي زائد جوج ديال الطبقات زائد السطح. كما كتشوفوا هنايا كنلقاو باب ديال السطح ديال الحديد، وعاد كنلقاو التواليت والحمام هو هذا. نوريكم دابا التواليت والدوتشا هي الاولى
ما قد لاحظوا راه الباب ديال الالومنيوم والزاج. السوعية ديالها هي هذه، ما كتلاحظوا راه مزلج حتى للسقف، والسقف ديالو هو هذا كيفاش عامل. كنلقاو هنايا الطاقه ديال التهويه الخاصه بهذا الحمام، كنلقاو هنايا الدوشه والتواليت، البرشاش ديالها، عاد لافابو، ودابا غادي نخرج. هنايا كنلقاو لومبلاسمون ديال ماكينه التصبين. دابا غادي نوريكم السطح ديالنا الخاص بهاد السكنه اللي جات في حي بوحوت في الدريسيه، فيها 90 متر. كما كتلاحظوا السطح ديالها راه واسع وكبير تبارك الله، يعني ما تلقاوش مشكل الا بغيتو تصبنوا الزرابي او الا بغيتو ديروا العرايد. الدار راها كامله كبيره تبارك الله، جات واسعه وكبيره ومفتوحه على بعضيتها، والسطح ديالها كيف ما كتلاحظوا راه جا كبير وواسع. وكيف ما قلت لكم هاد الدار راه جات في بوحوت في الدريسيه، يعني قريب لكم جميع المرافق، قريب لكم المدينه، قريب لكم البلايا. وكيف ما شفتوا معنا خوتي خواتاتي، هذه هي الدار اللي جات في الدريسيه حي بوحوت، فيها 90 متر، فيها السفلي وعاد الايطاج الاولاني والثاني والسطح. مولاها كيطلب فيها 150 مليون. إذا عجبتكم وبغيتوا تجوا تشوفوها مرحبا، ما عليكم الا تتصلوا بنا في الرقم اسفل الفيديو وان شاء الله ما يكون غير خير. اذا عجبكم هادشي اللي كنعملوه وبغيتوا نجوا نشوفوا الديور ديالكم ونصوروهم ونحطوهم يتباعوا، مرحبا، ما عليكم الا تتصلوا بنا في ارقام اسفل الفيديو وان شاء الله ما يكون غير خير. كنتمنى تعاونونا بجيم وابوني وبارطاجي، والله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي حتى تعملوا الديور ديالكم، ويفتح لكم بيبان الرزق حتى يرزقكم باللي كتمناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم بروك.